إربيل عاصمة إقليم كردستان، ينضم إلينا من هناك مراسلنا مصطفى سلمان لينقل لنا آخر المستجدات والأخبار في العاصمة. أهلا بك يا مصطفى ومساء الخير، تفضل. نعم، تحية طيبة الزملاء في الأخبار. أهلا بك. بعد اجتماع أمس لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، قررت الحكومة خفض سعر البنزين، وبحسب ما ذكره المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان السيد جوتيار عادل، يوم أمس حكومة إقليم كردستان استعرضت أسباب ارتفاع البنزين، وأيضا هي حددت جلسة أمس لمناقشة مشكلة ارتفاع أسعار البنزين بالإضافة إلى أسعار الخبز في عموم محافظات إقليم كردستان، ويبدو أنها ستنفذ إجراءات سريعة جدا. بضمن هذه الإجراءات هو خفض سعر البنزين يعني إلى أسعار مناسبة بحسب ما ذكره المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان. هذا القرار جاء بعد أن اتفقت بغداد مع حكومة إقليم كردستان على أن تسلم حصة مليون لتر من البنزين إلى إقليم كردستان، وإثر ذلك سيتم خفض أسعار البنزين في عموم محطات تعبئة الوقود. الأيام المقبلة هي من ستحدد أسعار البنزين التي ستفرض أيضا، خاصة أن الأيام الماضية كان فيها أسعار البنزين قد ارتفعت بشكل كبير، وهو ما أثار يعني لغط في الأوساط الشعبية في أربيل وبقية المحافظات، ما استدعى إلى إجراء يعني حزمة من القرارات بعد هذا الاجتماع. على صعيد آخر، وهو أن السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان هو من سيشرف على تطبيق هذه القرارات التي اتخذت أمس، والأيام المقبلة كما ذكرت هي من ستحدد آلية توزيع أسعار البنزين. مصطفى سلمان، شكرا جزيلا لك.